نرجو من فضيلة الشيخ أن يلقي كلمة موجزة يحث فيها الشباب على الزواج من فتيات بلدهم ولا يخرجون عن ذلك مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنني أحث الشباب على الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وأحثهم على ما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوجوا ذات الدين والخلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ذات. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، لأن الودود أي كثيرة التودد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها. والودود أيضا تحمل زوجها على مواقعتها فيكثر الأولاد. وأحث أبناءنا على أن يتزوجوا من بنات أبناء جنس من البلد، لأنهم أقرب إلى الانضباط وإلى معرفة مقصود الزوج وإلى معرفة العادات وإلى قلة المؤونة. لست أريد بقلة المؤونة قلة المهر، لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهرا من نساء البلاد الأخرى، لكن ما يترتب على النكاح فيما بعد من نساء البلاد الأخرى يكون كثيرا مثقلا. تجدها تحتاج إلى السفر في السنة مرة على الأقل، تحتاج إلى مؤونة السفر، تحتاج إلى أن يسافر بها الإنسان بنفسه أو يستجلب لها محرما من بلدها، تحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها، فمؤونتها كثيرة. ثم إنه إذا قدر الله تعالى انفصالا بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه. ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما كانت عليه العادات هنا، فيحصل بذلك تأسف وتأسف، لأنها إما أن تغلب الزوج في عاداتها وإما أن يغلبها في عاداته، وحينئذ يكون التأسف في الغالب أو التأسف مع المجاملة. ومن تأمل ما حصل ويحصل عرف الواقع. ثم إن لدينا في بلاد نساء كثيرة بقيت بلا تزوج، فهل نجذب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنة؟ هذا غير لائق. قد يقول الشاب: المهور في نسائنا كثيرة. فنقول: نعم، لكن ليس الحل أن نجذب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا، الحل أن نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهرة وهي كثرة المهور، وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معين للمصلحة، ونقول: هذا المهر المقرر للشابة البكر، وهذا المهر المقرر للكبيرة الثدي. ثم إذا تزوج الرجل فليعطي امرأته ما شاء، لا أحد يمنعه، أو تعطيه هي ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة، لا أحد يمنعه. وإذا لم يجدي ذلك، أي لم يجدي اجتماع الكبراء والشرفاء، فلا مانع عندي من أن يتدخل ولاة الأمور في هذا ويحل المشكلة بأي حل يريدونه، وهو لا يخرج عن نطاق الشرع، لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد. فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدية في إيجاد حل لهذه على المستوى القبلي أو البلدي أو المستوى الحكومي حتى تنحل هذه المشكلة ويتزوج شبابنا من شاباتنا ونكون أسرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الطيب المبارك.